بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد جويري، استاذ في طب اسكندريه قسم علاج الاورام. يسعدني النهارده ان اكون موجود في المؤتمر السنوي لقسم علاج الاورام، المؤتمر اللي هو بينعقد كل سنه وبيحضره لفيف من العلماء على مستوى العالم وعلى مستوى مصر كلها. المؤتمر بيتميز ان بيبقى فيه جديد كل سنه. السنه دي هنتكلم عن احدث ما وصل اليه الابحاثات في مجال علم الاورام في موضوعي الثدي وسرطان القولون، الموضوعين اللي هم يهموا كافه الناس، ان هم من اكثر الاورام انتشارا بالنسبه للعالم وبالنسبه لمصر. بالنسبه للثدي بنركز في العلاج المناعي بالنسبه لاورام الثدي، بالنسبه لاورام القولون في الجديد في العلاج الموجه والعلاج المناعي اللي بيحسنوا بيزودوا من فرص الشفاء وبيزودوا الفتره اللي الانسان بيعيشها تكاد تكون تضاعف عن العلاجات القديمه. بالنسبه لنا السنه دي المؤتمر حافل، بيمتد 3 ايام من يوم الاربعاء الى يوم الجمعه. الجدول بتاعه حافل، في لفيف من علماء من مختلف العالم، وفي من القاهره وفي من اسكندريه وفي من مختلف انحاء جامعات مصر. المؤتمر السنه دي بيتميز بوجود موضوعات بتركز في الثدي والقولون، في الموضوعات دي جديده، وبندعو كل الناس ان هم يحضروا المؤتمر بمستوى جامعات او على مختلف جامعات مصر. شكرا جزيلا.